السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام ساليه القناه ديالكم حبيبتوما. لا فيديو تاع اليوم شت لقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم كيف راح نشارك معكم تحضيرات واش رايحين نديرو. يعني النهار اليوم هذا ما كان كما راكم تشوفوا، راني مشيه مع تاع الغبره، هننظف هاد الريدوات هذوما. راكم تشوفوا بنتي انا نظفوا، هي الدبز معايا هاكو تعرفوا داري صغار. ما نساوش الصلاة والسلام على الحبيب مصطفى عليه ألف صلاة وسلام. ماما ردوات هذو كانوا نقيين ديجا مسحناهم، مي كي داروا لي تخافوا في الدار وقعيتي راكو تعرفوا. قلت لكم راكو تعرفوا جات، يعني جات فيهم شي تاع الغبرة مع لي تخافوا تاع الدار، وكامل ركبنا اللوح في الأرض هاكو تعرفوا. نتمنى ان شاء الله تعالى فيديو تاع اليوم ان شاء الله تلقاكم بفرحه وبسعاده وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. هاكو تشوفوا بنتي. النهار تاع اليوم مش كما تاع البارح، ما كاش الشمس. النهار تاع اليوم راهو مغيم، يعني هنا يعني قدام لي فوتي حبيت نمسح غير بهذا الشيفونه، يعني بللتها شويه بالبرودوي تاع اللوح باش ما يخسروش. راني نعاود نجوز عليهم كامل كيما تعرفوا، يعني خاصة الدار كتسكنوها جديدة، يعني يكونوا فيها الأشغال بزاف، مي الحمد لله. إن شاء الله أي واحد، إن شاء الله أي وحدة حاجة تمناها إن شاء الله ربي سبحانه يحققها له، إن شاء الله ربي سبحانه يرزقه. قولوا لي انتم الامهات الا حتى انتم كما انا كتنوضوا الصباح ما عندكمش كامل الوقت تشربوا ديك القهوه وتنوضوا تجريوا للشغل، على بالي بلي كاع تكونوا كما انا، خاصه مع التربيه. راكم تشوفوا بنتي هاي اللي كنا راهي، ها هاي ما هي مع القباح يا رحمك الله بنتي. لا لا ماما، لا لا ما ديريش بهذيك، ما ديريش بهذيك، هاكو تشوفوا. كيما يقول لك هذه هي الدنيا، وهذه هي الحلاوه تاع يعني تاع الدنيا. بنادم كينوض يلقى واش يدير، علاش الواحد الا راه بقى قاعد يعني كيفاش يجوز نهار. حبيت ندير لكم هذا الروتين هذا، علاش؟ على خاطر انا بروحي كي نتفرج على روتينات كيما هكذا نكون قاعده تجيني واحد النشاط ونوض نبدا ندير من هنا ندير من هيك، يعني روتين تحفيزي بامتياز. هذيك اللي حبيت يعني نشاركو معاكم، هذه هي الحال تاع اليوم. راهو مغيم، ما كاش الشمس هنا. على كل حال لابلوبار كل حاله مغيمه، يعني غير في الصيف شويه تكون حاله شويه صاحيه شويه. كما راكو تشوفوا كلاهم الغبار لازم يتمسحوا. هنا حطيت الحوايج نشفوا غير هنايا، كنت راح نخرجهم لبرا، يعني الشمس خير مي واش نقول لكم، الله غالب لازم نشفهم هنا خاطر ما كاش الشمس. هذا واحد الحوايج خفاف شويه بلا كنسير نشرهم برا، الا نشفو نشفو، الا ما نشفوش نعاود ندخلهم نحطهم ينشفوا في النشافه. كتعرفوا ما كاش كيما الحاجه ناتشورال، بصح الله غالب لازم نشفهم، علاش؟ على خاطر داري يسحقوا الحوايج كما تعرفوا. هذه هي هنا بالنسبه للبنات اللي يسكنوا في بريطانيا، نعطيكم فكره يعني تاع الارضيه تاعكم، تاع يعني كيما الصالون كيما الكوزينه كيما الا سكنتوا دار وكانت بالزربيه، باسكو هنا يديروا بزاف الزرابه في الارض. حاولوا الا كان بالامكان ديالكم يعني بالمقدور تاعكم، حاولوا الارضيه التحتانيه ديروها يعني بوا. علاش؟ على خاطر كي تحبوا تجوزوا يعني للشاف عزكم الله ولا حاجه يجيكم سهل هنايا، ماشي تاع يعني تاع تغسلوا وتحكوا، مي يعني تجوزوا ونشوف هذا مكان. هنا راكو تعرفوا الدراري بنتي، ما تخليش الوسمو ديما تخرب الدنيا. تعرفوا الاطفال هذو ما مش مغبرين، انا خطرتينهم كانوا ديجا مغلفين في البلاستيك وقعيتيك سارة. بالكي منا بالكي ماما، تعطوني رايكم في لاكولار وستيل تاع الحيط اللي عجبكم. هاد لاكولار حنا خيرناها،
عطاونا كاتالوج باش نصبغوا باش يصبغوا لنا يعني البانتر كيجي يعطيك كاتالوج يقول لك تخير. الوغ حنا خيرنا هاد لاكولار للصالون قولي ولا عجبتكم ان شاء الله تكون عجبتكم. هنايا هذا مازالو مغبر شويه هذا شوفاج الكتريك كي ما يكونش عندك الغاز ولا حاجه تقدروا تستعملوه. من البنات اللي يسكنوا هنا ننصحكم ما تستعملوش بزاف ياكل بزاف الكهرباء. انا راني كل يوم نقص شويه تاع الغبره كما تعرفوا الدار الجديده صعيبه باش تولي كيما يعني باش تولي 100% بالك يا بنتي خليني ماما مامي مامي يس كنت تشوفوا هاني مدبزه مع بنتي نخدم الشغل مدبزه معاها كما راكم تشوفوا كل يوم راني نواسي جيها كاين حاجات مازال تاع الشغل ولا كاين حاجات مازال ما درناهمش كاين الدار ثاني مازال ما كملناهاش 100% كي نكملوها ان شاء الله راح نشاركوها معكم ان شاء الله يا ربي نشاركها معكم. جوس تاكيو ثلاث شوت ماما نتمنى الروتين تاع اليوم لا فيديو تاع اليوم من الاعجاب ديالكم حبيت نشارك معكم يعني هكا لا جورني ماشي لا جورني كامله كنت عارفه مختطفات وهذاك ما كان هذا مامي يس مامي يس هاي بعد ما كملت مسحتو ومن بعد نشيلو واحد الديكورات هكا يعني سبيسيال تاع لي شوفاج الديكورات يعني هكا يعني رمزو بحاجه تاع التسخين ولا حاجه كما تعرفوا الديكورات نحطهم هنا كما قلت لكم مازال ما كملناش مازال ما كملناش يعني كاين حاجات مازال ما كملناش شريناهم كاين حاجات مازال ما كملناش درناهم يعني بشويه بشويه راكم تعرفوا الدار جديده ماشي ساهل يعني غير انا حبيت نصور معكم يعني الاشياء اللي درناهم هذا مكان وحاجات يعني ناتشورال كما تعرفوني لي فيديوهات ديالي يعني ديما حاجه يعني ناتشورال كما هي كما نصورها مزال ليها ما نقص عليها هذا مكان. هنا نجو لي شوف واش تاع الحيط يعني حتى هما نحاولوا انا ديما نجوز بهدايا خاطر هذوما ماشي مغبرين بزاف من بعد نعاود نجوز بكشيفون يكون مظلل غير شويه كما راكم تشوفوا الروتين تاع اليوم مملوء بالنشاط على هذيك اللي حبيت نديرو معاكم كاين بزاف البنات اللي يحبوا هاد الروتينات يعجبوهم انا بروحي بزاف يعجبوني هاد الروتينات كل ما نلقى كاش وحده دير هكذا يعجبني الحال نتفرج عليها يعني دير لي وحده واش نقول لكم دير القلب كيما نقولوا حنايا دير لك القلب الا كنتي قاعده دير لك القلب تنوضي تبداي ديري في شغلك الا كنتي قاعيه سبحان الله يجيك واحد النشاط روتين تحفيزي بامتياز. يعجبوني هادو مرطوبه وينقيو هادو مال البنات ممكن تحبوا تلحقوا للحيط ولا تنحوا رتيله ولا طولوهم غير هكذايا هذا ما كان طولوهم وتواسيو بهم خاطر هما طوالي وصلوا حتى للبلافون انا عندي اللي مخصصتهم للبلافون عندي اللي مخصصتهم للشوفاج يعني نشري باكي فيه ثلاثه جوج باكيات سته ولا تسعه يعني ثلاثه باكيات ولا نحطهم هكا في الدار ونخدم بهم يعني كل واحد لما نديرو هكاك باش ما يتخلطوليش خاطر تاع الحيط ماشي كيما تاع لي شوفاج يعني هكذايا تعرفوا. هنا راح نوريكم نشرت الحوايج مضحكوش بصح ما كاش الشمس المهم نشرتهم وخلاص راكو تشوفوا الحاله كيفاش راهي ضحكوش عليا كيفاش ننشر لازم ندير لهم هكذا بسكويل هكا كيطيروا الريح رواح رواح كما راكو تشوفوا الحاله خرجت بنتي عاود دخلتها خاطر كاين الريح ما حبش نخرجها في اسمه في البرد كما راكو تشوفوا الحاله يعني راهو كاين البرد ماشي بزاف على كل حال ما كاين شتاء البرد يعني الحاله ماهيش صاحيه هنا كاين شتاء الاعشاب شتاء هكذايا حتى نجيبوا جاردني باش ينحي لنا هذا هنايا هاد الاشياء وكاين اللي نعرفو نديرهم حنا نديرهم حنايا المهم باش نسقمو هاد الجاردان
باسكو هذا الجاردان بكري قال لك كانت شنو نقول لكم، كانوا غارسين فيها الاشجار تاع الفواكه وقعدت، كانوا واحد الجاردات اللي بقاو وهذا ما قاع يعني اعشاب يعني كتعرفوا لازم يتنحاو. هذا ما كان، انا والله ما عنديش خبره بزاف مع هذه الاشياء، بصح مليح بزاف يعني كيف الجاردي يكون عندكم هكايا اشجار تاع الفواكه، يكون عندكم هكذا. انا راني حابه تعطوني رايكم، حابه نغرس شي الشربه مع الدوس والنعناع، بزاف نحبهم فريش، باسكو انا ديما يكون عندي هذاك البروبليم تاع لازم 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 نديرهم في الكونجيلاتور، الوغ حبيت نغرسهم باش نديرهم فريش ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان هنا جيت هذوك تاع السيليكون، كي تحبوا ديروا حاجه سخونه كاس سخون ولا باش ما تخسروش طابله تاعكم ولا هنايا هكذا في البوطاجي، باسكو البوطاجي هذا ماشي رخامه يخدموا بواحد لا ماتيير فراجيل، ما تحبش حاجه سخونه ارخاص بزاف شابين هايلين يعني درك اللي وصلوا حبيت نشاركهم معكم كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يعجبوكم، ان شاء الله نكون عطيتكم فكره يعني بزاف مناح. هكا تسبقوهم تحطوا كاس تاع لاتاي كاس تاع الحليب هكذا حاجه سخون. وهنا مر التعب والشغل وكامل درت واحد زوج بنانات حبه تاع تفاح، درت لهم الحليب انا حنطحنهم. شوفوا شوفوا يعني ما شاء الله حاجه تاع الدار، الواحد يعني يدير شي تاع الطاقه كما راكم تعرفوا العسل تاع الدار ماشي كما تاع برا. يعني ديجا عندي وصفه تاع العسل وكاع اللي حبيتو تدخل تشوف حبيتو تدخلوا، مرحبا بكم. كاين وصفه تاع العسل بزاف ملاح واقتصاديين بزاف، الله يبارك وخاطر. ودرت في غير حبه تاع تفاح قلت لكم، زوج حبات تاع البنان كما راكم تشوفوا ما شاء الله هايل. احنا كلش راهو شاعل هنا في الدار، ماشينا اللي تغسل الميكرو اللي سخن. وهذا ما كان يعني غير واش كان عندي في الدار، درت بهم عصير هايل يعني وجبه هايله مع العشيه مقبل قهوه حليب يعني مليحه بزاف. واش نقول لكم، نتمنى نهار اليوم تكونوا يعني استمتعتوا معنا ولا فيديو تاع اليوم تكون نفعتكم ولا بشويه. يعني انا حبيت ندير حاجه اللي يعني صراحه ما درت لكمش كاش هكذا كاش وصفه ولا مي علاش الفايده من الروتين تاع اليوم، الفايده منه هو تحفيزي كما قلت لكم. انا مجربه هكذا كنايا بروحي كي نتفرج هكا شغل بنادم يجي النشاط يجي الحيويه، يكون مقلق والله تقلق يتنحالو. على هذيك نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا ويكون عجبكم الحال، ونتمنى تدعموا القناه تاعي بالاشتراك ضغط على زر الجرس يصلكم كل جديد. نتمنى ديما نكون عند الحسن الظن تاعكم، القاكم في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه.